ويحط الحب يطلع. اي نعم يحط الحب ويتأذى المزارع متعب الشغل هذا. ولكن الان راح نشغل لكم الآلة تحط مو حبة تحط 10 حبات 20 حبة 3 ثواني ويخلص وكله رايحة. نعم الآلة هذه اصلا حقت ايش؟ هذا حق هذه سابقا نتفت الدجاج. نتف الدجاج ضروا يطلعون منها ترى يطلعون منها كذا فكره لان هي المقصد هي الظرف. نعم بالضبط يا من هذه الله يبارك فيك. امين السنوات اللي انت تبقى اذا ما خزنتها بالطريقه الصحيحه راح يفسد عليك مثل قصه طبي الله يوسف. انزين بعد ما نخزن لمده سنه كامله عندنا اله تشيل القشر من هذا ويكون بهذا الطريقه جاهز للمستهلك. هذا جاهز؟ ايوه جاهز. شوفه احمر للمستهلك لابد يعتق لا يقل عن سنه كامله تعتيق. نعم تعتيق بهذه ولا بذي؟ يعتق بهذا. اي ما تقدر تعتق بهالطريقه. ما تستفيد بتعتيقه لابد يعتق. هذا يوكل طازج خلاص. اي نعم اي نعم بنفس السنه بنفس السنة. اي نعم. بعدين في 2018 طورنا الباكج طورنا علب سويناها بهذه الطريقه لان احنا اسره السالم لنا اكثر من 150 سنه في زراعه الرز الحساوي ما شاء الله. هذا الوالد حطيت صورته وتعاقدت مع شركه بندا الان لي 4 سنوات على مستوى الشرقيه موجود في فروع بندا والشرقيه. نعم ان شاء الله قريبا على المستوى الحب يطلع من هنا يفضى. شوفوا وبعد افضل وافضل اذا كان وينقى ما طولت بنروح لكم هناك تشوف الحب منقى وجاهز. وهذا الحب طبعا مش الاسود الابيض حب تبع الشمس مكيس بهالخياش هنا منظف وجاهز. الأولى ثم يتكوم هنا ويجفف ثم المرحلة الثانية هناك ويبدأ